guys, welcome to Vlogmas Day 19. عشر يوم من فلوغمس بعد في بس 5 ايام. معقولة قد ايه صار قاطع وقد ايه قليل اللي بقى؟ anyways بداية اليوم كتير بجو العيد وكتير سالي فترة ناطرة تصوره. اللي هو انا هلا نازلة لاقي بيروت فود بيتر من مكان وكان بعد كم شخص كرمال نوزع هدايا على اولاد. هول الهدايا كلهم courtesy of بيروت فود. هيدا زلمة عن جد بيعقد. زبركن بقولكم كم شخص صار مساعد وقت الانفجار لهلا ما بتصدقوا عن جد انه ما بتصدقوا. فحضرته مستر بيروت فود وصل على 120,000 سبسكرايبرز يعني 120 فولورز سوري يوتيوب كل حياتي. فهو بيروت فود صار واصل على 120,000 فولور على انستغرام فدبر 120 علبة هدية توزعن على اولاد محتاجين. كان كتير عبالي اروح معه فهلا رايحة لقيه بس ما كان فيني فيلم من البيت لانه كان عندي شي للشغل لازم اعمله. كان فيديو امبارح ما نزل كليا انه عانيت بكم مشكلة كان منزل فيديو امبارح فانا هلا كتير مأخرة بس بعدني مصرة انه بدي انزل وبدي لحق على اي شوى بس تحس بجو العيد لانه صراحة هذا اهم شي بالعيد. بعدكم انه هو مش سفاقاتي هالطريق وحيطلع قد ما بيبقى لي عندي قصص اعملهم بالويك اند بطل حس انه الويك اند ما في عندي شغل فيه. اوكي ما بعرف اذا انتبهتوا السياره اللي قطعت حدا هلا في عندها شجره بصندوقها على فوقها بس لاعملكم ابديت سريعه انه مأخرة شوي وكل شيء بس لانه رح اعمل انهيار ورح اعمل ديبريسيون وبدي افوس اذا ما شربت كافي. لوجيكلي قطعت شربت كافي. اوكي ماشي بس باي. بس قبل ما تبلشوا الفيديو حبيت اقول لكم انه كل العالم اللي مبينين بالفيديو وكل الاولاد اللي بينوا بالفيديو سائلين اهلهم قبل بوقت او انه سائلينهم قبل بوقت اذا بدهم يبينوا مش جاوبين حدا. والبربس تبع هذا الفيديو بس كرمال نفرحكم ونفاجئكم الفرح اللي هالولاد حسون وقت عطيناهم هول الهدايا اللي عن جد بسيطين كتير. وبركي بس تحضروا هالفيديو انتم بتتحمسوا وبتتبرعوا بالعاب او لو شو ما كان لجمعيات او لاولاد محتاجين ففيكم تحضروا. جايز ذس از بيتر نوال اليوم قرر يغير هاند تبعه. جايز بس تطمنوا بالكم انه هو حاططها كمامه حطيت كمامه كمامتين ولا حتى كمامه. يا حبيبي ذس از ماي جيفت فور كريسمس. لا لا للتاني جايز انا هلا وصلت. انا سعيد بس كمامه. Thank you.
النهارده باي. جيت عبد الله باي 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 باي. خلصنا لليوم، هلا صرنا كرابو بدنا نطلب اكل. وانا الخميس اجا اشوف. انا قاعده بين بيتر والمكان وبيروت فول، فعطلاني هم اكله. شيء خمسه لقد كبيره. لا بس تقول مثل الباكس تبع لانه اكبر شوي. فعطلاني هم اكله شوي. اكيد انت قد مش عم تقول رح تطلب سلاد اكيد. لا ما رح اطلب سلاد. فهيدا هو كان الفلوغ لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه، ان شاء الله تكونوا بركة انتم بسطوا شوية اكتر من ما كنتم مبسوطين الصبح. ما بعرف شو ترشق اتحكي هلا، كتير تعبانة ما عبتفهم قدر الدنيم. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشوفكم بكرة. باي.